شكرا جزيلا لأصدقاء سيد فؤاد وعزة حسين على تشريفي أن أنا أكون مسؤول عن ورشة صناعة الفيلم القصير في المهرجان اللي ليه مكان خاص عندي، مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة. وصلنا معا لبر الدورة العاشرة من مهرجانكم، تحياتي لكل من ساهم خروج هذه الدورة المتممة لعقد من الزمن صمد فيه المهرجان وحاول تحقيق أهدافه تجاه قارته الحبيبة إفريقيا. الحقيقة يعني أنا ما حضرتش كلمة أقولها، لكن اسمحوا لي أشكر كل إنسان وكل جهة وقفت مع المهرجان السنة دي بالذات. اليوم أكمل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عقده الأول، مؤكدا على اكتمال نضجه الفكري والفني واتخاذه مكانا مرموقا بين أقرانه في القارة السمراء. يمكن النهاردة خيال السينما بيتعلق مع سحر وعظمة وتاريخ حافظة الأقصر. لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد في بريسي اتفقت بالإجماع على منح جائزتها لفيلم تمكن من التعبير عن الهوية الأفريقية بصورة قادرة على التماس مع المشاهدين في كل أنحاء العالم. الفيلم هو فيلم إنها ليست جنازة، إنها قيامة. It's not a burial, it's a resurrection. من مملكة لسوتو للمخرج ليموهان جيريمي. جائزة الراحل رضوان الكاشف التي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين المنظمة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقد ذهبت الجائزة إلى فيلم للإيجار للمخرج إسلام بلال، الفيلم المصري للإيجار. أنا أشكركم جدا طبعا على استمتاعي أنا أولا بالأفلام اللي أنا شفتها، لأنه الفيلم التسجيلي الطويل يحمل هموم أفريقيا، وحقيقة استمتعنا وشفنا أفريقيا من خلال كل الأفلام اللي اتفرجنا عليها. بس في الآخر الجائزة بتاعتنا هي لفيلمين. جائزة لجنة التحكيم الخاصة داون ستريم تو كينشاسا مع طيار نحو كينشاسا. جائزة لجنة التحكيم الخاصة داون ستريم تو كينشاسا مع طيار نحو كينشاسا. فيلم فارويل عمور وداع عن عمر. طيب في البداية لجنة التحكيم قررت ان هي تقدم تنويه خاص لأداء استثنائي في التمثيل للممثل خالد الصاوي مصر عن فيلم للإيجار. جائزة أحسن فيلم تذهب إلى زنجا كونتاكت لإسماعيل العراقي من المغرب.